إن الانتماء أيها الإخوة شعار عظيم، ليس بالسهل، وإنما يحتاج إلى عمل دؤوب وتأصيل واضح نستطيع من خلاله أن نؤسس لمسيرة واضحة تحفظ علينا وطننا وانتماءنا وتوجهاتنا. لهذا أقيم ملتقى الانتماء والمواطنة الذي يسعى لتفعيل دور الخطباء والأئمة والدعاة وتعزيز دورهم في المجال الدعوي بالبرامج الفكرية والأصول العلمية وتوجيه الأمة لتوحيد الصفوف ودعم المواطنة. التوجيه الأول للخطباء هو حث الناس على وحدة الصف، اجتماع الكلمة، على الالتفاف حول ولاة الأمر. الخطيب الداعية يجب أن يكون له دور في أن يكون موجه حقيقي لهذا المجتمع، ويكون بمثابة الحصن لهذا المجتمع وخط الدفاع الأول عنه. التعبد لله في يوم الجمعة بالاستماع والإنصات للخطباء أصل أهمية الملتقى الذي يهدف على تأكيد منهج السلف في مفاهيم الولاء والسمع والطاعة. هذا الملتقى الذي نحن فيه اليوم موجه لزملائنا من الخطباء والدعاة والأئمة، الغرض منه هو تأهيلهم في هذا الجانب، في جانب ترسيخ الانتماء والمواطنة، لأن لهم دور كبير في التوجيه في المجتمع. على هامش الملتقى أقيمت ورش عمل وندوات ودورات استفاد منها المشاركين والمشاركات في الملتقى. أحمد ثنيان، الإخبارية، الرياض.